نصيحة طبيب: أدوية الضعف الجنسي لا تكفي لعلاج المشكلة. الكثير من الشباب الذين يعانون من الضعف الجنسي يطلبون أدوية الضعف الجنسي من طبيبهم الخاص، لكن هذا فقط حل مؤقت. بفضل ظهور الهواتف الذكية والإنترنت، قد يجد الرجال أنفسهم تحت ضغط أكبر للتكيف مع توقعات المجتمع بما ينبغي أن تبدو عليه الحياة. لقد ربطتنا التكنولوجيا ببعضنا البعض بطريقة لم تكن تتخيلها الأجيال من قبل. ففي الطب والعلوم بإمكاننا أن نجعل الأمر المستحيل يحدث، وذلك لأن أبحاث الخلايا الجذعية والروبوتات أي الإنسان الآلي أكسبتنا القوة. هناك أيضاً جانب سلبي هائل لهذه التحديثات المستمرة، حيث تعرض تلك الصور المتدفقة بغزارة على وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء نعتقد أننا بحاجة إليه، كالجسم المثالي والأسرة المثالية والأصدقاء المثاليون والوظيفة المثالية بالإضافة إلى الحياة الجنسية المثالية. لكن الأمور لا تسير دوماً بتلك الطريقة. حتى بدون وجود وسائل التواصل الاجتماعي في واقعنا، فبسبب وجود البريد الإلكتروني والواتساب، فإن ساعات العمل لا تنتهي أبداً. غالباً ما نتقاضى رواتب متدنية، وإذا لم نتقاضى راتباً جيداً، فمن المحتمل أن نكون مرهقين. لذلك فلا يكون لدينا متسع من الوقت للاستمتاع بالهوايات والأسرة والأكل الصحي وممارسة الرياضة. وبدلاً من ذلك نقضي وقتاً أطول في الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بنا أو الهاتف أو التابلت، وهذا يمكن أن يؤدي إلى استنزاف المزيد من الوقت ونقص وقت التمتع بالمعيشة. وغني عن القول أن هذا التحول في تلك القيم واستغلال الوقت لم يكن مفيداً للحياة الجنسية للعديد من مرضاي، وخاصة الرجال الأصغر سناً الذين يكونون أكثر نشاطاً على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا شخصياً أرى العديد من الرجال الذين يعانون من أعراض ضعف الانتصاب AD، والذين هم أصغر من أن يعانوا من هذه الحالة في وقت مبكر من حياتهم. علاوة على ذلك، ليس لديهم أي من عوامل الخطر الأخرى المرتبطة بالضعف الجنسي، مثل مرض السكري أو المخاطر المرتبطة بأسلوب الحياة، مثل تدخين السجائر أو قلة التمارين أو السمنة، ومع ذلك تجدهم يطلبون أدوية الضعف الجنسي كأول خيار لهم. في إحدى الدراسات موثوقة المصدر، ثبت أن واحد من كل 4 رجال تحت سن 40 عاما سعى للحصول على علاج طبي أو أدوية الضعف الجنسي، حيث ذكر نصفهم أنهم مصابون بضعف شديد، ويريد الكثير منهم مني وصف أدوية الضعف الجنسي لهم على الفور، معتقداً أن ذلك سيؤدي إلى حل المشكلة، ولكن للأسف هذا حل مؤقت فقط. هذا لا يعني أنني لا أصف الأدوية، بالطبع أنا أصفها، لكنني أؤمن والعلم يدعم اعتقادي بأنه يتعين علينا علاج الضعف الجنسي من خلال منهج شامل، ليس فقط معالجة الأعراض، ولكن أيضاً السبب الجذري للمشكلة. أعالج المرضى على المستوى الشخصي والفكري والبدني قبل وصف أدوية الضعف الجنسي. أناقش معهم كيف تبدو الحياة في منازلهم وفي عملهم. أسألهم عن هواياتهم وما إذا كانوا يمارسون التمارين البدنية. في كثير من الأحيان يعترفون لي بأنهم متوترون في العمل، ولم يعد لديهم وقت لأنفسهم أو هواياتهم، ولا يمارسون أي تمرين بدني. يفيد العديد من مرضاي أيضاً أن الضعف الجنسي هو سبب رئيسي للتوتر في المنزل وفي علاقاتهم الحميمة، لذلك يحدث لديهم قلق بخصوص الأداء باستمرار، وتصبح المشكلة دورية. إليكم خطة العلاج الأساسية الخاصة بي. 6 قواعد يجب اتباعهم، وهي كما يلي: 1- الإقلاع عن التدخين. 2- ممارسة النشاط البدني لمدة ساعة واحدة على الأقل 3 مرات في الأسبوع، وهذا يشمل كل من تمارين تقوية عضلة القلب ورفع الأثقال. فعلى سبيل المثال، قم بركوب الدراجة أو السباحة أو المشي السريع لمدة 25 دقيقة بوتيرة معتدلة، ثم ارفع أوزاناً معقولة. فبمجرد أن تجد أن روتين التمرين أصبح سهلاً لديك، قم بزيادة صعوبة التمرين تدريجياً، ولا تسمح لنفسك بالاستسلام. 3- الحفاظ على وزن صحي. وقد يحدث هذا بشكل طبيعي بعد النشاط البدني المعتدل كما هو مذكور أعلاه. تذكر أن تستمر في تحدي نفسك وتزيد من صعوبة وتحدي التمرين. 4- ابحث عن وقت لنفسك وابحث عن هواية أو أي نشاط لتكون حاضر الذهن دائماً، وابعد بعقلك عن العمل والحياة الأسرية لفترة من الزمان. 5-
فكر في استشارة طبيب نفسي لمساعدتك في حل الصعوبات التي قد تواجهها في العمل أو المنزل أو اقتصادياً إلى آخره. 6. ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، فمن خلالها يضع الناس نموذجاً مثالياً لأنفسهم ويريدون الحصول عليه، وهذا ليس واقعاً. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين وركز على الجوانب الإيجابية لحياتك، وهذا أيضاً بدوره يحرر الوقت لممارسة أنشطة أخرى. أحاول الحفاظ على المبادئ التوجيهية الغذائية الأساسية، لذلك أخبر مرضاي أنهم يحتاجون إلى تناول كميات أقل من الدهون الحيوانية مع تناول المزيد من الفاكهة والبقول والحبوب والخضروات. من أجل متابعة تناول الطعام دون الحاجة إلى وثيقة تحتوي على مكونات كل وجبة، أقترح عليهم أن يتناولوا وجبات نباتية خلال الأسبوع، وأسمح لهم باللحوم البيضاء أو الحمراء في نهاية الأسبوع ولكن بكميات معقولة. إذا كنت تعاني أنت أو شريكك من الضعف الجنسي، فاعلم أن هناك عدداً من الحلول، الكثير منها يمكن تحقيقه دون علاج يذكر، ومع ذلك قد يمثل الحديث عن ذلك مشكلة من المشاكل المقلقة. لا تخف من التحدث مع طبيب المسالك البولية حول هذه الحالة، فهو يقوم بمثل ما نقوم به، كما يمكنه مساعدتك في الوصول إلى أصل المشكلة والعمل على حلها، وذلك بدوره يقوي علاقتك بنفسك وبشريكك. هل تحتاج إلى استشارة مجانية لدى مختص الضعف الجنسي؟ سجل معلوماتك في الموقع وسيتواصل معك أحد المختصين عبر الواتساب.